بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بتلاميذنا الحلوين في مدرستهم مشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الأول الابتدائي منى محمد. أحبتي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم سنتعلم حرف جديد من حروف اللغة العربية، اسمه حرف الصاد. اسمه صاد، لكن نطقه يختلف مع الحركات القصيرة ومع التنوين، وسنتعرف على هذا الحرف الجديد في موضوع جديد وجميل جدا، طيارة وقاص. طيارة وقاص. نقرأ الموضوع، انتبهوا معي لقراءة الموضوع حتى نتعلم نطق الحرف الجديد. طيارة وقاص. عاد وقاص من المدرسة، طلب المقص من أمه، قص به الورقة. عندنا هذا التلميذ اسمه وقاص، إذن وقاص هو اسم ولد مذكر، هو وقاص عاد من المدرسة وطلب المقص من أمه. ماذا يفعل في المقص؟ قص به الورقة. وصنع منه طيارة، لعب بها مع صديقه منصور. لعب بها مع صديقه منصور. منصور. أحبتي في هذا الموضوع لدينا حرف جديد، هو حرف الصاد، هو هذا باللون الأحمر. لاحظوا يا كيف أقوم بنطق الحرف. طيارة وقاص. صن مع تنوين الفتح. صن. عاد وقاص. وقاص مع تنوين الضم. نطقت حرف الصاد مع تنوين الضم، وقاص. تمام أحبتي، ومثل ما تشاهدون أمامكم هذا حرف، شكل الحرف آخري، شكل الحرف آخري، وقاص لأن هو أتى في آخر الكلمة. وقاص. طلب المقص. الصاد هنا مشددة بالشدة، معناته كان مكرر مرتين مع الفتح. المقص من أمه. قص أيضا هذا الحرف آخري، حرف الصاد آخري ومشدد مع الفتح. قص به الورقة. قص به الورقة. وصنع هنا حرف الصاد أولي، لأن مثل ما تشاهدون في بداية الكلمة. وصنع منه طيارة. طيارة. لعب بها. لعب بها مع صديقه. صديقه منصور. منصور. هنا حرف الصاد مثل ما تشاهدون منصور، وسطية لأن هي في وسط الكلمة. منصور. الآن أحبتي التلاميذ لنتعرف أكثر على أشكال حرف الصاد مع الكلمات، لنذهب إلى تركيب الكلمة، كيف نركب الكلمة. مثل عندنا كلمة طيارة. حبايبي الحلوين، هنا طيارة انتهت بحرف التاء الآخرية اللي أخذناها في درسنا السابق، اللي هي هذه مع الضمة طيارة. كيف نقوم بكتابة طيارة؟ بدأت بحرف الطاء الأولية مع الفتحة ط. طي. انتبهوا الياء مشددة، يعني هي مكررة مرتين. طيارة.
طيارة 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 وقاصن ويل مع الفتحة و أق القاف مكررة مرتين هذا هي لكن عند الكتابة نحذف الحرف المكرر ونضع شدة وقاصن الحرف الجديد الآخر مع تنوين الكسر وقاصن وقاصن طيارة وقاصن طيارة وقاص عاد عاد حرف العين الأولية وحرف مد الألف عاد عاد وقاص هنا حرف الصاد مع تنوين الضم وقاص 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 من حرف جر المدرسة من المدرسة هذا حرف التالي أخذناه في درسنا السابق أيضا كلمة المدرسة المدرسة مع الكسر تي عاد وقاص من المدرسة عاد وقاص من المدرسة طلب ط ل ب ط الأولية واللام وسطية ط ل ب طلب المقص المي الوسطية مع الكسرة المقص الصاد مكررة مرتين لكن حذفنا الحرف المكرر ووضعنا شدة وحركة الحرف الثاني هذا هي الفتحة ونطقتها المقص المقص من أمي انتبهوا وياي كلمة أمي حرف الألف أ مع الضمة أم والميم مشددة أمي لاحظوا وياي هي مشددة لأن هي كان الميم مكرر مرتين حذفنا الحرف المكرر وضعنا شدة وهنا حركة الحرف المكرر هي كسرة وضعناها تحت الشدة أمي هي وهذا حرف الهاء الآخر أمي هي مع الكسر نقرأ الجملة طلب المقص من أمه حرف جديد المقص من أمه قص حرف الصاد أيضا كان مكرر مرتين مثل ما تشاهدون الشدة لأن حذفنا الحرف المكرر ووضعنا شدة وحركة هذا الحرف الثاني هي الفتحة قص قص بها قص به العفو به الورقة به الورقة الورقة قص به الورقة قص به الورقة قص به الورقة و و أداة الربط وصنع ص الأولية ص ن أ هذا شكل حرف الصاد أولي ص مع الفتحة ص ن أ صنع وصنع ص ن أ منه ميم الأولية حرف النون من هو منه طيارة طيارة هذا حرف التاء الآخر مع تنوين الفتح طيارة طيارة وصنع منه طيارة وصنع منه طيارة
لعبة، كلمة لعبة، 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 بها، بها، لعبة بها، مع، مع صديقه، حرف الصاد الأول ص، دي، قي، هي، صديقه، نكتبها ص الأولية مع الفتحة ص، دي، قه، صديقه، منصور، هنا حرف الصاد وسطية، منصور، وياي تبع من صور، من صو، طبعا حرف الصاد الوسطية مع حرف مد الواو، منصور، منصور، حرف الراء مشكل بتنوين الكسر، منصور، منصور، تبقى الجملة لعب بها مع صديقه، مع صديقه منصور، منصور، لعب بها مع صديقه منصور. الآن أحبتي نقرأ الموضوع بصورة التهجي، نقرأ كلمة كلمة حتى بعدها نتمكن من قراءة الموضوع بشكل جيد. طيارة، طي، طيارة، وقا، وقاص، وقاص، هذا حرف الصاد الآخر لأن أتى في آخر الكلمة، وقاص، عاد، عاد، وقاص، وقاص، هذا حرف الصاد الآخر مع تنوين الضم، وقاص، من، الم، المد، المدرسة، المدرسة، ط، ل، ب، طلب، ط، ل، ب، طلب، المقص، المقص، من، من أمه، أمه، قص به الورق، قص به الورق، وصنع، وصنع، منه، منه، طيارة، طيارة، وصنع منه طيارة، لعب، لعب بها، بها مع صديقه، صديقه منصور، منصور، وصنع، حرف الصاد هنا أولي لأنه أتى في بداية كلمة، صنع، صنع منه طيارة، وهنا أيضا أول صديقه، هنا منصور حرف الصاد وسطي، منصور، منصور. نعيد قراءة الموضوع حبايبي الحلوين، طيارة وقاص، عاد وقاص من المدرسة، طلب المقص من أمه، قص به الورقة، وصنع منه طيارة، لعب بها مع صديقه منصور. أحبتي التلاميذ بعد ما تكملون مشاهدة قراءة هذا الموضوع ترسلوا لي بصمة الصوت على الخاص الفايبر حتى أسمع قراءتكم، إن شاء الله أشارككم بالبث اليوم من يصير عندنا درس. أشكال الحرف اللي أخذنا حرف الصاد، اسمه حرف الصاد لكن هو عنده عدة أشكال، حرف الصاد أولية هكذا يكتب،
السطر جالس على السطر. والصاد الوسطية، هكذا حرف الصاد الوسطي، وحرف الصاد الآخر مرتبط مع الحرف، نضع هذا الخط ونكمل. أما هذا حرف الصاد الآخر، تمام؟ أشكال حرف الصاد: أولي، وسطي، وآخر. تمام يا حلوين؟ حرف الصاد مع الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والضمة والكسرة: ص، سو، صي. كيف أنطقها مع الحركات القصيرة؟ ص، سو، صي. بينما مع حروف المد، حتى يكون زمن نطقها طويل لأن هي حروف المد طويلة، نسميها صا، صا. الفتحة طبعا مع حرف مد الألف، صا. مع حرف مد الياء، العفو، الواو، صو. ومع حرف مد الياء، صي، صا، صو، صي. بينما أحبتي يختلف نطقها مع عائلة التنوين. مع التنوين صن، صن مع تنوين الفتح، هذا ألف تنوين الفتح صن. صن تنوين الضم صن. صن مع تنوين الكسر صن. صن، 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 هاي مع عائلة التنوين. تمام أحبتي؟ الآن ننتقل إلى محفوظة طيارتي. محفوظة طيارتي، نحفظ اليوم محفوظة طيارتي. المحفوظة جدا بسيطة، نقرأها: طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، أسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع، برأسها تميل وذيلها طويل، تطير فوق رأسي بعد انتهاء الدرس. جميلة جدا، أعيد لكم قراءة المحفوظة: طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، أسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع، برأسها تميل وذيلها طويل، تطير فوق رأسي بعد انتهاء الدرس. حبايبي، لنحفظ المحفوظة وإن شاء الله أحفظ لكم إياها بوقت البث، لكن الآن أعيد لكم وأكرر. عند التكرار راح تنحفظ: طيارتي أحبها، طيارتي أحبها. اسمعوا من عندي حتى نحفظها: طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، طيارتي أحبها. عيد: طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، خيوطها رفيعة، أسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع، أسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع، برأسها تميل وذيلها طويل، برأسها تميل وذيلها طويل، تطير فوق رأسي، تطير فوق رأسي، بعد انتهاء الدرس، بعد انتهاء الدرس. أعيدها، استمعوا معي: طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، أسحبها فترتفع وفي الهواء تندفع، برأسها تميل وذيلها طويل، تطير فوق رأسي بعد انتهاء الدرس. أحبتي التلاميذ، عند مشاهدة الفيديو ممكن إنه اللي يقدر يحفظها، واللي يريد ينتظرني بالبث
نحفظها سوا. تمام يا حلوين؟ الآن ننتقل إلى الإملاء اللي أعطيتكم إياه واجب في الأسبوع السابق. 10 كلمات، 10 كلمات أخذناها في المواضيع السابقة وكلكم حافظيها لأن حفظت الحروف. فقط الآن أراجع لكم حتى بعدها أرده حتى تكونون متحضرين. الكلمة نبيهن، نبيهن، راجعوا وياي لأن اليوم الإملاء مو منظور. أرد لكم إياه رد على الغير. يساعده، يساعده. هلال، ذهب. أمهما، تلميذ. نشيط. قطار. لعبة. عندها. هذه الكلمات حبايبي أنا حرد لكم إياها إملاء، لكن الغيب أريد من عندكم تتهجون وتكتبون الكلمات. تمام، نتهجى كلمة كلمة ونكتبها. هسا وياي أريد تكتبون على السطر، شاهدوا وياي على السطر. نانا نكتب الكلمة الأولى، يلا وياي. نبيهن، شلون اكتب كلمة نبيهن؟ نون الأولية نبوئي، نبي، نبي. على السطر الأول هن، الهاء الآخر يلي أخذناها شكلها مثل التسعة. نبيهن، كلمة نبيهن. الكلمة الثانية يساعده، نكتب يساعده الياء الأولية مع الضم، يو نربط وياها س مقطع، س يوسا مقطع آخر، أعد يساعد، والهاء تصير دائرية مع الضم، يساعده، يساعده. كلمة أخرى هلال، حرف الهاء الأولية مع الكسر، هي لا البط داخلها آ مثل ما نكتبها هلا، الآخرية مع الضم هلالو، هلالو. كلمة أخرى ذهب، ذ ه ب، ذ ه ب، ذهب. عمهما، عين أولية مع الفتحة، ميم، أم أضبط وياها حرف الهاء، أمه أما مو أ، عمهما. كلمة أخرى تلميذ، تلميذ، أريد كلمة تلميذ، تاء الأولية تلمي، تلمي ز، وحرف التاء الآخر مع تنوين الضم تلميذ. نشيط، نشيطة، نشيطة، أريد كلمة نشيطة. نشئ، نشيطة، والتاء الآخر هي نشيطة مع تنوين الضم نشيطة، نشيطة، نشيطة. كلمة أخرى قطار، قطار، حرف القاف في الأولية ق، قي، قي مع الكسرة، أط، قطار، قطار مع تنوين الضم الراء نضع عليها تنوين الضم قطار. كلمة أخرى لعبة، الضمة لع وعين باء، لعبة، حرف التاء الآخر شكلها مثل التسعة، لعبة تون مع تنوين الضم، لعبة تون، لعبة تون. كلمة أخرى عندها، عندها، عين الأولية مع الفتحة، أي إنه إد، عند، إد، هو عندها، عندها،
أحبتي الحلوين، أعيد لكم كلمات الإملاء والبلبث إن شاء الله نكتبها، واللي انقطع عنده النت بالبث موجود هذا الفيديو شاهدوه نكتب الإملاء. تمام، نبيهون يساعده، راجع وياي، هلال ذهب، عمهما، تلميذة، نشيطة، قطار، لعبة عندها. أعيدين، نبيه يساعده، هلال ذهب، عمهما، تلميذ، نشيطة، قطار، لعبة عندها. هذا هو الإملاء. اللي يكمل كتابة الإملاء يرسل لي على الخاص الفايبر. تمام أحبتي، واجبنا البيتي كتابة موضوع طيارة توقع صفحة 90 مع أريد وياه الكراس، كتاب الكراس نكتبه. وعند الكتابة أريد منكم تتهجوا هذه الكلمة، تعرفون تقروها، يلا تكتبوها. تمام، وحفظ محفوظة طيارتي إن شاء الله بالأسبوع القادم نعيد حفظها، العفو درسنا القادم نعيد حفظ محفوظة طيارتي وأسمعها لكم. واللي يحفظها يرسل لي بصمة صوت على الخاص الفايبر مع قراءة الموضوع، لا تنسون. إلى هنا أحبتي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم، انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.